يعمل شعوب الشعير على وقاية المرأة الحامل من العديد من المشاكل التي من الممكن أن تصيب المجاري البولية والتي من بينها الالتهابات، كما أن شراب الشعير من شأنه تقوية وتنشيط الدورة الدموية داخل جسم الإنسان، ويعمل على تقوية الصحة العامة عند المرأة الحامل. كما يعمل شراب الشعير على تقليل الإصابة بالتهابات المهبل، والتي تعد من أكثر المشاكل التي تتعرض لها المرأة الحامل خلال فترة الحمل. كما يحتوي شراب الشعير على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، لذلك فهو مهم جدا لنمو الجنين والحفاظ على صحته. كما يعمل على إضرار البول والتخلص من المياه الزائدة في الجسم، لذلك فهو يمنع من تورم القدمين عند الحامل. كما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكر خصوصا خلال فترة الحمل، وبذلك يمنع تعرض المرأة فيما بعد لخطورة الإصابة بداء السكر. ويعمل على علاج الأنيميا نظرا لاحتوائه على الكثير من المعادن الهامة والألياف التي تعمل على زيادة وكثرة خلايا الدم الحمراء، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد. كما يعمل على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الجسم. كما يعمل على منع حدوث التشوهات التي تحدث خلال فترة الحمل عند الأجنة، خاصة التشوهات التي تحدث في الأعصاب، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من حمض الفوليك والهام جدا لبناء وتكوين الجنين خلال فترة الحمل. كما يعمل على المحافظة على كل من صحة البشرة والشعر، لذلك يمكنكم إدخال الشعر في العديد من الوصفات الهامة للعناية بجمال المرأة خصوصا خلال فترة الحمل. وقد تعاني في تلك الفترة المرأة الحامل من العديد من المشاكل في البشرة والشعر، وعلى الرغم من أن لشراب الشعير الكثير من الفوائد التي تعود على المرأة الحامل، إلا أنه من الممكن أن يمثل ضرر على الأم خلال فترة الحمل، حيث أن شراب الشعير المنزلي أفضل بكثير من شراب الشعير الذي يتم الحصول عليه معبأ في زجاجات، والذي يضاف إليه العديد من النكهات المختلفة لكي تتمكن المرأة من تناوله، ولكن هذا المشروب من الممكن أن يمثل خطورة عليها وعلى الجنين، نظرا لاحتوائه على الكثير من المواد الحافظة التي من الممكن أن تؤثر على الجنين. فإذا رغبت المرأة الحامل في تناول مشروب الشعير، فلا بد من تناول الشعير المنزلي الطبيعي، وعدم تناول الذي يحتوي على المواد الحافظة، والذي من الممكن أن يتسبب في حدوث تشوهات عند الأجنة، كما أنه من الممكن أن يؤدي لحدوث إجهاض في العديد من الأحيان. لذلك لا بد على المرأة أن تكون أكثر حرصا في الأشياء التي تقوم بتناولها خلال فترة الحمل، حتى وإن كانت أشياء مفيدة.